لا يمكن واحد مضطر ويدعو الله ولا يجيبه الله، انما يقول لك انا بدعي ولا اجابش، ما انت مش مضطر، انت قاعد ومبسوط وهكذا من جانب، بس تقول ايه انا قاعد في شقه، انا عايز اقعد في فيلا، انا مش عارف باخد مرتبي، لا انا عايز حاجه تزود المرتب شويه كده واعمل لي مش عارف ايه. الله ما بتعيش دعوه اضطرار. يبقى اغلبنا بيدعي عن غير اضطرار. يبقى اذا لم اجب الى دعاء فاعلم انك لم تكن مضطرا، او اعلم انك طلبت خيرا وربك يعلم انه لا خير فيه. انت طلبت الخير بحكم عقلك، انما الاعلى عارف ان انت طلبت الخير. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. يقول انت مش داعي على انه خير، يقول له يا رب انا فاهم انه خير، انا هحقق لك الخير بس مش بالطريقه دي، احقق لك الخير في اني ما اجبكش لك.